ميكرو فريد مع انفاس كما العاده خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس اشنا هي الحاجه اللي باقا الحكومه ما زادتش فيها. الا بغيتوا تعرفوا اشنا هي الحاجه اللي باقي ما زادتش فيها الحكومه في المواد الغذائيه، يلا معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كي داير السيدي؟ بخير. بخير الحمد لله. قول لي الحاجه اللي ما تزادتش فيها في المواد الغذائيه في النظر ديالك نتايا. وانا تيبان لي ما كاينش شي ماده من المواد الغذائيه اللي ما تزادش فيها، وصراحه هذه رساله يعني للحكومه الجديده انها تفكر في المسكين. يعني المغاربه كلهم تقف يعني في ما مضى في العداله والتنميه، شتي يعني الوضع اللي كان من بعد. الان الاحرار يعني داروا الثقه في الاحرار، نتمنوا ان هذه الحكومه الجديده انها تعيد الاعتبار وتعيد النظر في يعني في هذه الزيادات يعني المهوله اللي طال جميع المواد الغذائيه، لان المسكين كان من اللي عنده، وخاصه يعني بعد عامين ونص تقريبا ديال الكورونا وبدا ناخذ بدون عمل قار. فصراحه هذه الفئه المهمشه، الفئه اللي كتعاني شيء كثير، زدتي ليها فوق منها يعني الزياده في يعني في المواد الغذائيه الاساسيه اللي هو الزيت، الدقيق، السكر، الغاز. يعني هذه المواد هذه صراحه هذه رساله للناس ديال المسؤولين انهم يعني يراعيوا لهذا المسكين هذا، ويفكروا ان هناك طبقات هشه وطبقات محرومه. واكيد جدا على اننا يعني الامل ديالنا في الله سبحانه وتعالى كبير، وفي الحكومه الجديده ان شاء الله انها تراعي المسكين. ومثلا كيقول لك الزياده مناش، وما بغيناش نقولوا هذه بكل تواضع من الراس، راك عارف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بكل تواضع، المواد الغذائيه كامله تزادت، اشنو باقى اللي ما تزادش فيها؟ هاد الحكومه ما زادش فيها، ما زادش في كل شيء، حتى حاجه ما خلاش في كل شيء، كل شيء زادش فيها. شي حاجه اللي باقى لك على البال ما تزادش فيها الحكومه؟ الملحه هي اللي ما زادش فيها. ما مزيدينش في الملح، باقى في ثمنها، باقى في درهم. وشي ميساج ليهم؟ الله يسمح لهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اش في نظرك دابا الحكومه زادت في هاد المواد الغذائيه كاملين بكل تواضع، اشنو اللي باقي ما تزادش فيه؟ اشنو اللي باقي ما تزادش فيه؟ ما تزادش ليك واش الدراري صغار، ليك واش ما تزادوش فيه؟ ما تزادوش فيهم. شريتيهم؟ واه كتشري، ديما كتشري ب 30 ريال. باقي بنفس الثمن؟ باقي ب 30 ريال. وشنو هو اخر عاوتاني؟ والسيمانه والشهر. لحقا زادوا الساعه، خاصهم يزيدونا في السيمانه ويزيدونا في الشهر، ولا كانش يزيدونا في العام. بكل تواضع. والله ولكون عادلونا جونت غودي. والزياده مناش؟ من راس الحمق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله سيدي. قول لي الشريف، اشنا هي الحاجه اللي باقى الحكومه ما زادوش فيها في هذه المواد الغذائيه؟ كل شيء يا سيدي، داك الشيء اللي باين ليها كامل تزاد. كل شيء زادوا فيه؟ دقيق، سكر. لا السكر لا الدقيق، داك الشيء اللي تناكلوا راه زادوا فيها. كل شيء. كل شيء الله يهديهم وصافي. وشي ميساج من عندك ليهم؟ الله يهديهم. امين. هذا الشيء اللي نقدر نقولوها، الله يهديهم وصافي. صافي. يصوبوا معنا وصافي، راه حنا هدراوش. إلا ما خدامينش راه ما ناكلوش. هذا الشيء اللي كاين. بكل تواضع. ايوا كل التواضع عاد. هي حيت راه خدامينا موقات وصافي، ما عندنا لا المنضخ دايما ولا والو، تنخدموها بيدينا وصافي. كنتمنى الميساج ديالك يوصل. الله يجعل ربي يصيب علينا وصافي. امين. الله يهديهم. الله يهديهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. قول لي يا شريف، اشنو هي الحاجه اللي في نظرك الحكومه باقا ما زادتش فيها في المواد الغذائيه؟ الحكومه باقا ما زادتش لينا في السلي صالير، باقا ما زادتش لينا في الاعمار، خاصها تزيد في العمر ديال الانسان الا كانت قادره. ولكن الزياده في المواد الغذائيه هذا شيء غير، ما تنتحملوش هذه الزياده، لانها تضر بالحياه ديال العائلات اللي ما عندهمش، وتضر بالحياه ديال الناس اللي ما خدامينش. ولهذا تخص زياده تكون معلن عليها، ويكون زياده في الاجور، سواء الاجور اليوميه او الاجور العاملين في الفلاحه، خاصهم يتزادوا فيهم في السالير، لان هما الركيزه. دابا تلقاو مثلا واحد البنائي ولا واحد الصانع راه هو الركيزه باش يتقدم للمغرب. اذا الا ما زدناش في السالير وزدنا في المواد الغذائيه راه السيد غادي يتكمش.